السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد القوات الجوية، والمصريون يحتفلون بأول أيام العيد وسط إجراءات أمنية مشددة. استشهاد فلسطينيين في قصف مدفعي على غزة، وحصيلة العدوان الإسرائيلي ترتفع إلى 1038 شهيدا. مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط، ونتنياهو يقول إن الدعوة لا تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية. الرابعة بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل، والبداية مع زميل أيمن السيد. شكرا لك نجلاء. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مركز قيادة القوات الجوية بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدد من كبار رجال الدولة. وفي خطبة عيد الفطر أشار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إلى أهمية أثر العبادات في السلوك والأخلاق، مشيرا إلى أن ما يحدث من تدمير وتفجير يأتي من إناس يدعون أنهم يحملون اسم الإسلام ويعملون تحت راية القرآن. صلى الله عليه وسلم الصلاح، والله لا يحب الفساد، أي فساد، وما يحدث من تخريب وتدمير، وفي كل يوم نرى تفجيرا لأبراج الكهرباء وللبنية التحتية من أناس يدعون أنهم يحملون اسم الإسلام ويعملون تحت راية القرآن. فالعبرة ليست بكثرة العبادات وإنما بإخلاص النية لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فضلكم أبو بكر بكثير صلاة ولا بكثير صيام، ولكن بشيء وقع في قلبه. وقد تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الرئيس السيسي عن أصدق تهاني بمناسبة عيد الفطر، معربا عن أمله في أن يعيده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث الرئيس السيسي بتهنئة بهذه المناسبة إلى مسلمي مصر المغتربين. كان ملايين المصريين قد أدوا صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف المساجد والساحات العامة التي حددتها وزارة الأوقاف. وأكد خطباء وأئمة المساجد في خطبة العيد على ضرورة الاستفادة من فضائل شهر رمضان بالتركيز على الأعمال الصالحة للشعب المصري والابتعاد عن أي مظاهر للتفكك أو التشدد. بعد بزوغ شمس العيد يقوم الكبار والصغار لأداء صلاة العيد مكبرين وحامدين الله على نعمه، حريصين على أداء سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، داعين الله أن يتقبل أعمالهم وصيامهم في الشهر الفضيل. وبعد انقضاء صلاة العيد يتبادل المصلون التهاني والمصافحة مهنئين بعضهم البعض بحلول العيد. صلاة العيد حتى أساسا ما يميزها كمان، حتى لو أي حد، المرأة حائضة نفسها، أي حد عنده أي ظروف لازم يطلع لصلاة العيد، فيش أي مشكلة خالص، دي الصلاة اللي ملهاش أي موانع، حتى ممكن واحد يصلي فيها بالتيمم. يعني بنقول للشعب المصري كل سنة هو طيب والأمة الإسلامية كلها بخير، ويعني النهاردة صلاة العيد جميلة جدا والناس كلها فرحانة، ويعني كل واحد النهارده هيروح يزور قرايبه بعد ما يخلص صلاه العيد وهيخرج، واحنا حاسين بامان والفرحه ظهر على وشوش الناس الحمد لله موجوده. مشاعر الحب وفرحه العيد امتزجت لدى المصريين بمشاعرهم الوطنيه تجاه بلدهم، متمنيين الامن والامان والاستقرار في كافه ربوع الوطن. انا من اسيوط وجاي عايد هنا ومبسوطه جدا من الجو اللي انا شايفاه ده، يا رب السنه الجايه نبقى احسن من الاول، ويا رب كل اللي بيحصل ده ينتهي في حياتنا ونبقى صح عايشين بصحه وسلام. احنا مش عايزين في بلدنا غير الامن والاستقرار بس. ان شاء الله يمن علينا باليمن والبركات، وباذن الله يكون عام
العطاء. كل سنة وانتم طيبين وعبال كل سنة كده، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير إن شاء الله. ومن عادات المصريين عقب صلاة العيد التوجه لزيارة الأقارب والأحباب في جو من الأخاء والتراحم. الشعب المصري طبعا ودود، وكل الناس بتروح تزور أهليها وتعيد على الأولاد ويزوروا بعض، وبعد كده في ناس بتخرج، ومصر بلد الأمن والأمان، وبنقول لكل الدنيا ادي الشعب المصري اهوت موجود في فرحة وحب ومودة ما بين بعضينا، وإن شاء الله العيد الكبير بإذن الله نكون في حال أحسن، ورب كلنا نرجع نتجمع زي ما كنا الأول ونكون أحسن من الأول عشان نرفع رأسنا كلنا دايما. وفي خطبة عيد الفطر بمسجد الدكتور مصطفى محمود قال الخطيب إن العيد في الإسلام له معنيان كبيران. الأول معنى رباني، وهو التقرب إلى الله عز وجل بالطاعة بعد الطاعة، فبعد نعمة الصيام تأتي نعمة التهليل والتكبير. والمعنى الثاني هو إنساني، وهذا يوم الجائزة، يوم الوفاء من الله لعباده المؤمنين. في العيد تتجلى الكثير من المعاني الاجتماعية، وتتقارب القلوب على ود، ويجتمع الناس بعد افتراق، ويتصفون بعد كدر، حتى تشمل الفرحة أرجاء المكان. كل عام وأنتم بخير. رمضان المطعني، النيل. شدد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان على إعداد خطة طوارئ كاملة للمستشفيات والوحدات الصحية لتقديم الخدمة الطبية خلال أيام العيد. وأكد وزير الصحة على توفير الأدوية والأمصال والمستلزمات بالطوارئ، إضافة إلى توافر الطعوم اللازمة لحالات التسمم الغذائي والإبلاغ عنها خلال الخط الساخن 137. خطة شاملة أعلنت عنها وزارة الصحة لتأمين خدمات الإسعاف والطوارئ بالدفع ب 2500 سيارة إسعاف مجهزة بالأطقم الطبية والمستلزمات العلاجية على الطرق الرئيسية والصحراوية ومحافظة مصر كافة، لتأمين الخدمات العلاجية الطارئة للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ودعمها بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات وأكياس الدم ومشتقاته، والتنسيق أيضا مع الغرفة المركزية للرعاية العاجلة اللي هي 137 لتتحكم أيضا في نقل الإصابات أو نقل المصابين إلى غرف العنايات المركزة أو أقسام الطوارئ في المستشفيات المختلفة. تجهيز سيارات الإسعاف، تم هذا العام أيضا تجهيز 8 لانشات نهرية أيضا تحسبا لأي مشاكل نتيجة وجود بعض المواطنين في رحلات نيلية. هناك شبكة تربط بين المستشفيات وبعضها، الفرق الطبية أيضا تتفاهم وتتصل ببعضها حتى نستطيع تحديد التخصصات اللي احنا بنحتاجها. أيضا الأدوية والمستلزمات كما ذكرت متوفرة بإذن الله تعالى. كما تم وضع خطة لتوزيع سيارات الإسعاف على المتنزهات وأماكن الترفيه، إضافة إلى غرفة عمليات الرئيسية للطوارئ لتلقي أي بلاغات من المواطنين. بنكثف سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، في تنسيق كامل مع جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، لو لا قدر الله في أي حوادث جماعية أو حوادث أو إصابات أعداد كبيرة هنقدر نتعامل معها إن شاء الله، وإن شاء الله فترة العيد تعدي بأمان يعني. سيارات الإسعاف جهزت بكافة المستلزمات الطبية والأطقم البشرية المدربة لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ. التمركزات كلها كاملة، شادين طوارئ من النهاردة إن شاء الله. بين كل عربية وعربية إسعاف طوارئ 2-3 كيلو. يتم تجهيز جميع السيارات بالأجهزة الطبية اللي موجودة فيها من مستلزمات وأدوية. جهود مضنية تبذلها وزارة الصحة ممثلة في هيئة إسعافها ومستشفياتها الحكومية لتأمين سلامة وصحة المواطن المصري أينما كان خلال أيام عيد الفطر المبارك. نسأل الله أن يجعله عيدا سعيدا على الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير. محمد حلمي، النيل. تمكنت عناصر القوات المسلحة بشمال سيناء من القبض على 11 مشتبها بهم في ارتكاب أعمال إجرامية، وجرت إحالتهم لجهات التحقيق. كما نجحت القوات في تدمير سيارة ربع نقل مفخخة وإحدى عشرة دراجة نارية في إطار حملاتها الأمنية ضد البؤر التكفيرية والإرهابية. من جهة أخرى، تمكنت دورية تابعة للجيش الثاني الميداني من تصفية أحد أخطر عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي ويدعى فيصل المحسنة، وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات التأمين، حيث عثر بحوزته على بندقية آلية وحزام ناسف وقنبلتين يدويتين وبعض الملابس العسكرية بالقنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية. كما تمكنت الدورية من القبض على 3 من العناصر الإرهابية الخطرة.
أعلنت وزارة الخارجية أنها تلقت إخبارا من السلطات الليبية إزاء عدم وجود أي مواطن مصري بين ضحايا حادث الكريمية بطرابلس. وأشار السفير المصري لدى طرابلس محمد أبو بكر إلى أنه يجري اتصالات بشكل يومي مع السلطات الليبية منذ اللحظة التي توردت فيها الأنباء حول مقتل 23 مصريا في الحادث للتأكد من صحة هذه الأنباء. وأكد أن وزارة الخارجية حصلت على تأكيدات بعدم وصول أي جثامين من منطقة الكريمية إلى المستشفيات التي تقع في طرابلس. استشهد فلسطينيان أحدهما طفل في الرابعة من عمره في قصف إسرائيلي مدفعي شرق جباليا شمال القطاع، في حين استشهد ثالث بجراح أصيب بها منذ عدة أيام. بذلك ترتفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 3 أسابيع إلى 1838 شهيدا، فضلا عن آلاف الجرحى. كما أعلن جيش الاحتلال أنه شن غارة جوية على منصتين لإطلاق الصواريخ ومنشأة لإنتاج الوسائل القتالية في شمال ووسط قطاع غزة. أدى الفلسطينيون صلاة عيد الفطر المبارك في قطاع غزة وسط حطام المباني التي دمرت نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 20 يوما. وقد أكد الفلسطينيون لكاميرا النيل أن العيد هذا العام يأتي وسط أجواء من الحزن جراء العدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان. تحت أنقاض المساجد المدمرة أقام الفلسطينيون في غزة صلاة العيد غير السعيد عليهم هذا العام، فجرحهم ما زال ينزف ومعظمهم أصبح بدون منازل تزين أو تزار في العيد، وصلات رحمهم باتوا شهداء تحت الأرض أو جرحى في المستشفيات. احنا أول مرة بمر علينا عيد فطر بالمرحلة هذه، يعني فيش فرحة فيش ابتسامة على وجه الناس، ومر علينا في شهداء وفي عنا جرحى في عنا دور مهدمة في عنا ناس مشردة، يعني فيش له بهجة من مرة العيد، فيش فرحة فيش، كل دار محزونة، ما اللي ما باتش ابنه انهدمت داره، اللي ما انهدمش داره مشرد من داره، ما فيش فرحة في العيد فيش. بدون ملابس جديدة أو ألعاب جاء العيد على أطفال غزة وهم مشردون مع ما تبقى من عائلاتهم داخل خيام تشبه خيام النكبة الأولى. فكما غابت أجواء رمضان من قبل، ها هي بهجة العيد تقتل في قلوب الكبار والصغار. يعني مش عيد كيف، يعني ما اشترينا شوية فيش شيء، في خيام قاعدين ما فرحناش عشان ما لبسنا شوية وما انكسناش وما طشناش ما تعيدناش. أكثر من 150,000 نازح فلسطيني أصبحوا بلا مأوى، يأملون أن تنجح الجهود السياسية خلال فترة العيد في إيقاف نزيف الدم والعدوان الإسرائيلي حتى يعودوا تدريجيا إلى جزء قليل من حياتهم المسلوبة. كل عام وأنتم بخير، كلمات التصقت بالأعياد إلا في قطاع غزة هذا العام، فعدوان إسرائيل ألغاها وفرض مكانها كلمات أخرى يتداولها الفلسطينيون فيما بينهم، مثل رحم الله الشهداء وأشفى الجرحى والحمد لله على السلامة. عمر بشير للنيل قطاع غزة. وفي الضفة الغربية اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين غاضبين من العدوان على القطاع، وذلك عقب أداء صلاة العيد. كما شهدت مدينة القدس اشتباكات عنيفة خاصة بجانب الجدار العنصري بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى. هذا العيد وفي حضرة الشهداء، لا شيء يظهر هنا إلا صور الحزن في عيون حقنت بالدمع على حال الوطن، وألم اكتنف بيوت العائلات الفلسطينية. أول أيام عيد الفطر الذي انتهى معه الصيام عن الطعام والشراب، لكن لم تنتهي معه رائحة الدم التي تفوح في كل شبر من الأراضي الفلسطينية. فمن القدس هنا غزة وشهدائها وبيوتها المدمرة وعائلاتها المنكوبة والثكلى. في غزة جوانا إنه فرحتنا ما بتكمل طول ما أهل بلدنا وأهل غزة عمالهم بيموتوا وبيتقتلوا بهاي الصورة البشعة،
وإحنا ما رح نعيد زي كل عيد، إحنا بهجة العيد ما شفناها أصلاً. بمر العيد على بلادنا، على فلسطين، على أرض السلام، على أرض الرسالات السماوية، وشعبنا بيواجه حرب إبادة شاملة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذا الحزن المتتالي على مدار الأعوام طالما وجد الاحتلال عاشته مدينة القدس المحتلة التي أدت صلاة العيد في ساحة المسجد الأقصى المبارك، صلاة اقتصرت على المقدسيين فقط بعد منع الاحتلال من دخول أهالي الضفة الغربية. لم تكتمل أسباب الفرح لأطفالنا ولأبنائنا ونحن نعيش في مدينة القدس المحتلة الصابرة، إذ أننا نشعر بكل الأسى والمعاناة مع إخواننا في غزة هاشم، غزة الصمود والإباء. كلاتنا مثلهم، الهم واحد، ما فيش فرق لا اللي هون ولا اللي بغزة ولا اللي بالقدس ولا اللي بالثمانية وأربعين ولا اللاجئين اللي برا، ونحن منهم، احنا من اللاجئين 48، احنا لاجئين من صفد شمال فلسطين. اعتاد الفلسطينيون منذ وجود الاحتلال الاسرائيلي على هذه الاراضي بترديد جمل اختزلت معاناتهم: عيد باي حال قد عدت يا عيد. فبعد أداء صلاتي العيد والغائب على أرواح شهداء غزة والوطن، اندلعت المواجهات في قرية بلعين وغيرها من القرى المجاورة في مشهد يثبت أن مناسبات هذا الشعب اسما خاوي المضمون. لا رجع لصدى صرخاتكم يا أطفال فلسطين ما دام العالم استأنس على عدكم كأرقام مجردة، وأفلتت إسرائيل مرارا وتكرارا من دفع ثمن جرائمها. ولكن نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين نرفع مئذنة للبنفسجي أو نخيلة. فروة شقرة، الأراضي الفلسطينية المحتلة، النيل. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن العقبة أمام وقف إطلاق النار في غزة هي الإرادة السياسية. وأضاف مون خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل أن من الخطأ أخلاقيا السماح باستمرار العنف، وطالب مون مجددا بهدنة إنسانية في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل وحركة حماس يتحملان مسؤولية استمرار أعمال العنف. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. مساء الخير يا دكتور نبيل. نور، كل سنة وانتم طيبين ونفس عيد الفطر. وحضرتك بالصحة والسلامة. كيف تابعت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون؟ هو بيحاول تعويض فشل إدارة السماء توصلها لوقف إطلاق النار. أهم حاجة إنه يتم وقف إطلاق النار سواء بمساعي أمريكية أو دولية، وبعدين يتم دور الأمم المتحدة يتم ترتيبات أمنية تنفع تدريس العنف. ده هو المطلوب من السيد يكون أمر الحال. نعم. دكتور نبيل، إلى أي مدى حضرتك بتعول على هذه الكلمة في استجابة من الطرفين إسرائيل وبالطبع حماس في مقدمة الفصائل الفلسطينية؟ أنا فهم السؤال كويس، لكن يمكن يعني قول الآتي: إن ممكن الأمم المتحدة تخلق إجماع دولي للمطالبة بوقف دولي لإطلاق النار، وبعدين يبقى في تحرك عربي ضبط. نعم. يبدو أننا لدينا مشكلة في هذا الاتصال. نشكر الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، وبنعتذر لحضراتكم مشاهدين الكرام عن هذا السوء في الاتصال. للمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا السيد طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي من غزة. سيد طلال، يعني بان كي مون منذ لحظات كان يتحدث في مؤتمر صحفي عن الأوضاع في غزة وعن بيان مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والهدنة بين حركة حماس وإسرائيل. كيف ترون ما جاء في كلمة بان كي مون؟ يعني هو بطبيعة الحال يسترسل في شرح أبعاد قرار مجلس الأمن أو بيان مجلس الأمن،
ولكن في كل الحالات هو جاء إلى المنطقة ولم يفعل الكثير، وهو موجود في نيويورك ويتحدث باسم الأمم المتحدة وبعد بيان بمجلس الأمن، وأيضا لم يفعل الكثير، لأن الواقع كما نرى على الأرض وأن إسرائيل ما تزال منذ الساعة من كل اليوم على كل حال، بس مفروض أقول أنه يعني الساعة 2 انتهى وقف إطلاق نار إنساني، القصف الإسرائيلي ما يزال موجودا أخف من السابق ولكنه ما يزال، وهذا رد عملي من قبل إسرائيل. الرئيس الأمريكي ربما كانت مكالمته مع نتنياهو أمس أقوى تأثيرا من مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن لا يملك أنيابا، وأصدر بيان هذا هو الثالث، وجاء الأمين العام للأمم المتحدة ولم نحصل على نتائج فعلية على الأرض. مع ذلك إسرائيل تجاهلت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وتجاهلت حتى الرئيس الأمريكي، وتقول بأنها تحتاج إلى بضعة أيام كي تستكمل مهمتها، وهي فعليا تستكمل مهمتها على الأرض رغم أن المقاومة اليوم لم تطلق أي صاروخ. نعم سيد طلال، يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن البيان الصادر من مجلس الأمن وقال أن هذا البيان لا يلبي احتياجات إسرائيل بل بالعكس بيستجيب إلى احتياجات حركة حماس. بالضبط، هو هكذا أي بيان، يعني كما تعودت إسرائيل على أن تكون بيانات مجلس الأمن فيما يتعلق بقضايا الصراع لصالح إسرائيل، هذه المرة بيان شبه متوازن. أيضا يستطيع الفلسطيني أن يقول بأن هذا البيان لمصلحة إسرائيل، ولكن يعني هذا التوازن الهش الضعيف لا يعجب نتنياهو وحكومته، يريد غطاء دولي، وفي كل الوقت فقط يريد جارانتي دولي لمتابعة ما تقوم به القوات الإسرائيلية إلى الحد الذي يقتنع فيه نتنياهو إنه هكذا انتهى، وبالتالي يعني يغرب عن غضبه وأعرب عن غضبه من أكثر من اجتماع دولي ناقش هذه القضية في العام الأخير. أريد أن أقول التالي، بيان مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي، كل هذا جيد، ولكن بدون أن تكون هناك آلية عملية، والآلية العملية موجودة في مصر، بدون أن تتحرك مصر في هذا الاتجاه، فإن بيان مجلس الأمن وكل ما ورد آنفا واضح أنه لا يقنع إسرائيل، ولا تشعر إسرائيل بأنها مرغمة على أن تبادر إلى الالتزام لا بقرار الرئيس الأمريكي ولا بقرارات مجلس الأمن الدولي. نعم سيد طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يلبي احتياجات إسرائيل الأمنية، بينما يستجيب إلى احتياجات عناصر حركة حماس. كان مجلس الأمن قد دعا إسرائيل وحماس إلى تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك والدخول في جهود لتحقيق هدنة دائمة لوقف إطلاق النار، كما طالب المجلس بالاحترام التام للقانون الدولي الإنساني. مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للأسبوع الثالث، دعا مجلس الأمن الدولي في بيان له إسرائيل وحركة هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة إلى ما بعد عيد الفطر. المجلس أبدأ قلقه البالغ فيما يتعلق بتدهور الوضع الإنساني في غزة، داعيا ما وصفه بطرفي النزاع إلى الاحترام التام للقانون الدولي الإنساني، وخصوصا فيما يتعلق بحماية المدنيين. كما شدد المجلس على ضرورة احترام وحماية المنشآت المدنية والإنسانية بما في ذلك المنشآت التابعة للأمم المتحدة، داعيا طرفي النزاع إلى بذل كل ما في وسعهما من أجل تطبيق وقف إطلاق نار دائم يتم احترامه بالكامل بناء على المبادرة المصرية. في المقابل انتقد مندوبو فلسطين والسعودية وإسرائيل لدى الأمم المتحدة البيان الذي أصدره مجلس الأمن، حيث أعرب مندوبو فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن خيبة أمله لأن المجلس اكتفى ببيان رئاسي بدلا من قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي. So what we've seen after 20 days from ما رأيناه من مجلس الأمن الدولي بعد 20 يوما مجرد بيان رئاسي وليس قرارا ملزما،
رغم أن مسؤولية مجلس الأمن هي حفظ السلام والأمن الدوليين، لذا كان يجب عليهم منذ وقت طويل تبني قرار لإدانة هذا العدوان والمطالبة بوقفه فورا لحماية الشعب الفلسطيني، إضافة إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة. بدوره انتقد المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة البيان لخلوه من أي إشارة إلى ما وصفه باعتداءات حركة حماس على المدنيين الإسرائيليين على حد تعبيره. إن البيان خلى من أي إشارة إلى حركة حماس وقيامها بالاعتداء على المدنيين الإسرائيليين من خلال إطلاق الصواريخ عليهم وبأحقية إسرائيل للدفاع عن مواطنيها. جهود دبلوماسية عديدة تبذل بهدف وقف نزيف الدم في غزة، لكنها تبدو قاصرة ولا تتناسب مع حجم العدوان الذي ترتكبه آلة الحرب الإسرائيلية، في عدوان شارف على دخوله الأسبوع الرابع، ما خلف أكثر من 1000 شهيد فلسطيني، أكثر من 3/4 من المدنيين بحسب الأمم المتحدة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا وبلا شروط بين إسرائيل وحماس. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو إن بلاده تدعم مبادرة مصر بهذا الشأن، واصفا الجهود المصرية بأنها ذات أفاق كبيرة. ودعا لافروف إلى إطلاق مفاوضات مباشرة أو عبر وسطاء من أجل الوصول إلى تسوية في قطاع غزة وحقن الدماء. كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس النقابة عن أن عدم حضوره مؤتمر باريس بشأن الأزمة الحالية في غزة جاء بسبب عدم دعوة القاهرة لهذا المؤتمر. وأكد عباس في تصريحات له على أنه اشترط للحضور أن تكون مصر هي من توجه الدعوات للمشاركين في المؤتمر باعتبارها راعية مبادرة وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الالتزام بالمبادرة المصرية ورفض قبول أي مبادرات أخرى. أوضح عباس أن المبادرة المصرية تلبي كل المطالب الفلسطينية. وتواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري خلال أيام العيد السماح بدخول الجرحى والمصابين القادمين من القطاع ودخول المساعدات المصرية والعربية من الجانب المصري، وذلك للتخفيف عن معاناة سكان القطاع. كانت 7 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين قد وصلوا إلى الجانب المصري لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، إلى جانب 7 مرافقين، ليصل إجمالي عدد الذين عبروا من غزة إلى مصر منذ فتح المعبر وحتى الآن أكثر من 3000 فلسطيني، فضلا عن نقل أكثر من 777 طنا من الأدوية والمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة. تواصلون مع حضراتكم في هذه البانوراما، وفيها بعد أنباء الاقتصاد حريق هائل في مستودعات نفط ليبية جراء المعارك في طرابلس، والحكومة تطلب مساعدة دولية لإخماده. الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد القوات الجوية، والمصريون يحتفلون بأول أيام العيد وسط إجراءات أمنية. استشهاد فلسطينيين في قصف مدفعي على غزة، وحصيلة العدوان الإسرائيلي ترتفع إلى 1038 شهيدا. مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط، ونتنياهو يقول إن الدعوة لا تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية. أولى وقفاتنا في هذه البانوراما متابعة لأخبار المال والأعمال بصحبة الزميل الأمير داود. أهلا بك أمير. أهلا بك أمير، شكرا نجمة. مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بخير، وأهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية وأبرز ما فيها بعد الفاصل. إقبال كبير على منتجعات شرم الشيخ والغردقة خلال إجازات عيد الفطر المبارك.
نجدد التحية ونبدأ من مصر، حيث أكد مسؤولون وعاملون بقطاع السياحة أن حجوزات المصريين والعرب رفعت معدلات الإشغال بمنتجعات شرم الشيخ جنوب سيناء والغردقة لنحو 100% خلال إجازات عيد الفطر المبارك. وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بشرم الشيخ بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتشهد الحركة السياحية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوافدين من الدول العربية، خاصة السعودية والكويت والإمارات والأردن، بعد حملة ترويجية لوزارة السياحة المصرية. سجلت مؤشرة البورصة المصرية مكاسب بنحو 24 مليار جنيه خلال شهر رمضان الكريم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 497.4 مليار جنيه في آخر جلسات رمضان، مقارنة مع 473.4 مليار جنيه في الشهر السابق. وتكرر تعديل ساعات التداول في السوق الرئيسي لتصبح 4 ساعات ونصف، وتبدأ الجلسة من 10 صباحا وتنتهي في 2:30 ظهرا. قررت إدارة البورصة أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء، على أن يستأنف العمل يوم الخميس المقبل. أعادت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاثنين تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة والتي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان. تهدف عملية تغيير توقيتات العمل إلى توفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التموينية وتخصيص مفتش مقيم بكل مخبز للإشراف على عملية الإنتاج. وسمحت وزارة التموين بالإجازات خلال أيام العيد للظروف الطارئة بما لا يزيد عن 10% من إجمالي عدد المخابز. قال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني أن حجم الكميات المستوردة من الحديد والأسمنت التركية على مدار شهر يوليو قد تراجعت إلى 30% بسبب تراجع الإقبال في شهر رمضان المبارك. وأضاف الزيني أن حجم الكميات المستوردة من الأسمنت التركي بلغت نحو 6000 طن بقيمة 630 جنيه للطن، في حين تراوح سعر الأسمنت المحلي من 650 إلى 680 جنيه للطن وفقا لأسعار بيع كل شركة. وقدر الزيني كميات الحديد المستوردة التي وصلت السوق المحلية بقرابة 20000 طن فقط تباع بقيمة 4800 جنيه للطن، في حين أن الحديد المنتج محليا يباع ب 4900 جنيه كحد أدنى على 5100 جنيه للطن وفقا للموقع الجغرافي لكل محافظة. أكد مسؤول بخفر السواحل الأمريكية أن ناقلة محملة بالنفط الخام من كردستان العراق ترسو حاليا قرب ميناء جالفستون بولاية تكساس الأمريكية، وتقدر حمولة السفينة بنحو 1,000,000 برميل من الخام، أي ما يزيد قيمته على 100 مليون دولار بالأسعار العالمية. وأبحرت الناقلة من ميناء جيهان التركي في شهر يونيو متجهة إلى الساحل الأمريكي على خليج المكسيك رغم بواعث قلق واشنطن إزاء مبيعات النفط المستقلة من المنطقة الكردية وتهديدات الحكومة المركزية العراقية باتخاذ إجراءات ضد الدول المشترية للنفط. حكمت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي على روسيا بتسديد تعويضات قياسية تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساهمين الذين كانوا يملكون الأكثرية في شركة يوكوس عملاقة صناعة النفط المنهارة. ووضعت السلطات الروسية يدها قبل 10 سنوات على الشركة التي كانت الأولى في البلاد في قطاع النفط، متهمة إياها بالتهرب الضريبي وباعتها بالتجزئة. وبيعت غالبية أصول يوكوس لمجموعة روسينفت العامة، وسجن مؤسسها الرئيسي ميخائيل خودوركوفسكي الذي كان يوما من أغنى رجال روسيا. ختام هذه الوقفة الاقتصادية وعودة من جديد إلى زملاء نجلاء الجعفري وأيمن السيد واستكمال البانوراما. تفضل. هذه القراءة الاقتصادية إلى ليبيا، حيث أعلنت الحكومة أن الوضع أصبح خطيرا بعد اندلاع النيران في خزان ثان للوقود، فيما لا يزال رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق هائل في خزان أول قرب العاصمة يهدد العاصمة الليبية طرابلس. وحذرت الحكومة من كارثة إنسانية وبيئية يصعب التكهن بعواقبها، داعية جميع الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار فورا. وضع كارثي، هذا ما يمكن به وصف الأوضاع الأمنية الحالية في ليبيا
التي تستمر في التدهور دون ظهور أي أمل في وقف انحدارها نحو الهاوية، خاصة مع عجز الحكومة عن فرض النظام في البلاد. وأصدق دليل على ذلك مطار طرابلس الدولي الذي يشهد منذ 13 من يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون عليه وقوات غرفة عملية ثوار ليبيا وبعض من ثوار مصراتة ومدن الغرب الليبي، في محاولة لإخراج ثوار الزنتان من المطار الذين يقومون بتأمينه منذ الإطاحة بنظام القذافي. 150 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 400 آخرين منذ اندلاع هذه الاشتباكات التي تتبادل فيها الميليشيات المتناحرة إطلاق الصواريخ ونيران المدفعية في جنوب طرابلس. وما زان الطين بلة اندلاع حريق هائل بمستودعات البريق للنفط والغاز بطريق المطار في طرابلس نتيجة إصابته جراء القصف، حيث أصيب خزان يحوي 6 ملايين لترا من الوقود، يوجد بالقرب منه خزانات أخرى تحوي غازا وديزل، وهو ما أثار مخاوف من وقوع كارثة كبرى. ونظرا لضخامة الحريق مؤقتة كافة إمكانتها للعمل على إخماده، كما طلبت الحكومة مساعدة دولية، وهو الأمر الذي لقى استجابة من العديد من الدول. في الوقت نفسه أكدت لجنة الأزمة بالعاصمة طرابلس وجود شلل شبه تام بمؤسسات الدولة الليبية وأن هناك نقصا في السلع والخدمات، موضحة أنها تسعى للبحث عن مخرج، خاصة وأن الأمر في غاية الخطورة. ونتيجة للوضع الأمني المتردي في أنحاء ليبيا، قامت عدة دول بالإضافة للأمم المتحدة بإجلاء رعيها ودبلوماسيها، خاصة بعد تصاعد الاشتباكات قرب مجمع السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية وتعرض موكب تابع للسفارة البريطانية لهجوم قرب طرابلس. ونتحول إلى سوريا، حيث سقط قتلى وجرحى في هجمات القوات النظامية على محافظة حلب حسب ما ذكر ناشطون. يأتي ذلك في الوقت الذي سقطت فيه قذائف هاون على العاصمة السورية دمشق، حيث أدى الرئيس بشار الأسد صلاة عيد الفطر. على الرغم من حلول عيد الفطر المبارك، يأبى السوريون أن يعرفوا طعم الهدوء والسكينة، إذ يتواصل القتال في مناطق شتى، سواء بين قوة المعارضة والنظام أو بين الجماعات المسلحة بعضها البعض. ففي محافظة حلب شمالي سوريا سقط قتلى وجرحى نتيجة قصف بالطيران الحربي على أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في مساكن هنانو وشعار، في حين تمكن مسلحو المعارضة من تحقيق ما وصفوه بإصابة مباشرة في القوات الحكومية بحي الأشرفية. أما في ريف حلب فقد ذكر مركز حلب الإعلامي أن قتلى وجرحى سقطوا نتيجة قصف للطيران الحربي على مدينة الباب. وفي ريف حماة وسط البلاد أفاد نشطاء بأن قوات المعارضة سيطرت على 3 حواجز للقوات الحكومية في قرية قمحانة وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف قوات بشار الأسد. وفي محافظة الرقة شمالي سوريا يسعى النظام إلى استعادة مقر الفرقة 17 التي سيطر عليها مؤخرا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، إذ يسيطر التنظيم على كل محافظة الرقة فيما عدا موقعين بارزين لا يزال تحت سيطرة حكومة دمشق، هما مطار الطبقة العسكرية ومقر الفوق 93 شمال المدينة. وفي ريف دمشق ذكر ناشطون أن الطيران الحربي أغار على بلدة المليحة، كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مدينة الزبداني، بينما استهدفت المعارضة أحد نقاط الجيش الحكومي في مدينة عدرا. وفي العاصمة دمشق أشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى سقوط قذيفتي هاون بالقرب من مبنى الأركان في ساحة الأمويين في دمشق وأخرى في حي المالكي، كما سقطت قذائف هاون على منطقة المزة والعدوى وحي المهاجرين والذي كان يؤدي به الرئيس بشار الأسد صلاة العيد. استمرون مع حضراتكم وفي بانوراما النيل بعد أنباء الرياضة. المسلمون في معظم أنحاء العالم يحتفلون بأول أيام عيد الفطر المبارك وسط أمال متجددة بإنهاء ما تشهده بلادهم من أزمات.